بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. يوميات تأسيل، فيديو جديد ان شاء الله. عايزة اقول لكم ان القماشة دي باقية، من كانت القماشة كبيرة، كانت اكتر من 3 متر ونص، فانا عملت منها جزء منها، والباقي دي متر ونص اهو، ودي كمان 45 سنتي، يعني 2 متر الا 5 سنتي تقريبا. تمام، كانت هي 3 متر ونص، وعملت منها جيبة مفتوحة بزرار من قدام. فطبعا قلت عشان الفيديو ما يطولش وجيبة بسيطة، فانا قلت اعمل الجزء اللي فوق ده اللي هو فيه الكم بشكل غريب في البلوزة اللي فوق، عملنا الفستان قطعة. تمام كده. قبل ما نبتدي، يا ريت بس ما تنسوناش في اللايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله. الفيديو ده مهم، اهم حاجه في الكم اللي هيتعمل في البلوزه دي او في القطعه من الفستان ده. تمام. انا دلوقتي خدت طول البلوزه اللي فوق وزودت كمان 5 سنتي سواء تانية او خياطه او حاجه زي كده. الباقي طبعا لازم اتاكد منه ان هيتعمل منه الكمام، والكمام هتبقى طويلة جدا. خليكم معايا هتشوفوا الكم ده شكله ايه. انا طبقت القماش على 4 كده، فانا بقيس اشوف الوسع. بعد ما طبقت 4 هيقضي الوسع اكبر حجم في البلوزة، فلقيت الحمد لله ان هو هيقضي ويفيد كمان. فانا بسوي القماش كده بخط بالعرض، وبسيب مسافة مفتوحة بتاعت السوس عشان هعمل البلوزة بسوستة من ورا. فانا تنيتها 4 ناحية مقفولة وناحية مفتوحة. هاخد هنا بقى نص عرض الكتف اللي هو 20 وننزل 3 سنتي، وبعد كده هاخد 22 نزول حردة الجيرو. خليكم فاكرين 22 حردة الجيرو. 8 سنتي بتوع حردة الرقبة، احنا هنشتغل على اساس ان هو الخلف، يعني ده هيبقى الامام والخلف مع بعض، بس احنا هنعمل ايه الخلف. هنقص على اساس ان هو الخلف، وبعد كده نعمل التعديلات بتاعتنا. بنزل هنا عشان الناحية المقفولة دي اللي هتبقى الامام، فانا بنزل بليها 8 × 8 سنتي، بس لما باجي اقص هقص على ايه الخلف. تمام. من عند خط الصدر باخد الربع دوران الصدر 26 سنتي، وبعد كده هننزل خط عمودي على خط الصدر، وبعد كده هنعمل دوران. بس احنا هنعمل العلامة هنا بتاعة تعديل الامام. هندخل من نص طول الخط العمودي لجوه 1.5 سنتي اللي هي التجويف بتاع باط الامام. تمام. هننزل ب42 سنتي طول الوسط، وبعد كده هننزل ب18 سنتي طول الجنب. تمام كده. احنا عندنا هنا الوسط المفروض 22.5 اللي هو ربع الوسط، احنا هنخليها 23 بالمنظر ده كده. وعندنا اكبر حجم اللي هو ربع دوران الارداف 30 سنتي، هنحددها وهنوصل خط الوسط بخط الارداف، وبعد كده هنوصله للطول بتاع البلوزة اللي احنا بنخططه دلوقتي في مسافة 4 سنتي، عاملة حسابهم اللي هم بتوع الخياطة. تمام. احنا كده هو بنطلع من عند الجنب من خط من الديل تحت بتاع 3 سنتي او 4 سنتي، وبنعملهم بدوران بسيط طالما اي حاجة نازلة على وسط. بنزود طبعا 4 سنتي بتوع الخياطة، وبعد كده هنفصل البلوزة خالص عشان نعمل التعديلات بتاعتنا. تمام كده. لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. احنا هنقص دلوقتي، طبعا بنقص على اساس الخلف، يعني حردة الرقبة الخلفية اللي هي 2 سنتي نزول لتحت وميل الكتف، وهنفصل الباقي القماشه عن الاقصاص الصغيره اللي حواليها. عايزه اقول لكم ان الكم بتاع البلوزه دي محير ناس كتير، وناس اتلخبطت فيه. انا ذات نفسي اتلخبطت عشان ان انا اساوي القصر ببعضها، فخليكم معايا ان شاء الله هتشوفوا طريقه كويسه ليها. على فكره اي حد ممكن يغلط او ممكن ان هو يتلخبط في حاجه زي كده، طالما حاجه ممكن ان هي تتصلح عادي، وبرده كل واحد يتعلم الصح من ايه الا من الغلط اللي هو بيعمله او الحاجه الغلط اللي هو بيقع فيه. بس المهم طالما هو بيعرف يتصلح الغلط ده وحاجات بسيطه، ان شاء الله ما فيهاش اي مشكله. دلوقتي انا باخد الحرده بتاعه الامام، وميل الكتف باخد سنتي من ميل الكتف على ما فيش عند حرده الرقبه للامام بس، وبرضك بغوط لجوه كده 1.5 سنتي بتوع حرده الجيرو. الباقي بقى انا باخد، خليكم فاكرين ان انا نازله حرده الجيرو 22 سنتي، فانا بزود عليها 2 سنتي برضك ايه، وبزود هنا 1 سنتي عشان البرسون ده، يعني 25 سنتي العرض بتاعي الكم. وبشوف الطول بتاع الكم بقى، باخده ايه 60 سنتي اللي انا باخده، او 62 سنتي بالخياطه اللي انا ايه الكم العادي خالص. تمام. وبعمل برضو نزول ترومبة الكم اللي هو 13 او 12 سنتي، وبعد كده بعمل الزاويه اللي هي الخط اللي بالزاويه ده بتاع الكم
عشان اقسمه بالنص، واديني الترومبه بتاعت الكم عادي خالص بالطريقه بتاعتنا التقليديه خالص. لو تلاحظ انا سايبه زياده من عندي الاتجاه بتاع ترومبه الكم عشان الشغل اللي انا هعمله في الكسر. تمام، انا قسمت الخط اللي بسويه ده بالنص، وبعدين اطلع لبره 1 سنتي وادخل الجزء اللي تحت اللي جوه 1 سنتي، وبيديني الحرف الاس بتاع الكم. تمام، انا بعمل هنا اهو، ده ليه اسوره، فانا بعمل خط 20 الوسع بتاع عند المعصم، واوصل من عند نقطه 20 لحد اخر حرده الجيرو بتاعه الكم. تمام كده الكم عادي خالص. طبعا من النص هنا انا بعمل علامه، الاول احسب اللي انا هعمل كام كسره. يعني شوفي هنا الكم اهو اللي انتم شايفينه ده كام كسره، زي ما انت عايزه، 4 أو 5، فانت بتحسبي الكسره الواحده 5 سنتي مثلا او اي عدد اللي انت عايزاه، اضربيه في عدد العدد الكسرات. يعني لو 5 سنتي في 5 كسرات من كل ناحيه، يبقى 5 في 5 ب 25 سنتي. يبقى انت على الكم ده هتزودي لفوق كده، هتطلعي لبره كده 25 سنتي زي ما انا ايه حاسبه اهو كده. بصي 25 سنتي هطلعها لبره كده لفوق، عشان كده الزياده اللي انا سايباها دي، واجي اوصلها بخط كده من خط النص اللي هي بتاعت حرده الجيرو، واديها بدوران كده بسيط. عايزه اقول لكم الدوران دون ده نسبه وتناسب، يعني انت ممكن ما تدوريش كده، تعمليها خط ايه على بسيط قوي عشان ما تديش عيب. انا كنت عامله حاجه زي كده اهو، وفكيت الكم، وزي ما بصوا شكله صغير ازاي، عايزه اقول لكم شكله لما بيتفك شكله بص كبير قد ايه. ده شيفون اورجانزا، فعشان كده هي بتطير بسهوله. ادي الشكل اهو، فانا كده خلاص خلصت الكمام اهي، وبعد كده افصلها واقصها برده زي ما انتم شايفين كده. افصل بقى الكم واعمل علامه الفرد عند بدايه الكسر عند الدوران ده كده، لازم اعمل فرد، هيبان لكم دلوقتي وانا بعمله. انا زودت كده في الدوران بتاع الكم، لا المفروض ما زودتش. ليه بقى؟ لان انا عدلت في البلوزه لقيت اللي هي عند الكتاف كده عاليه قوي، فصاحبه البلوزه بصراحه قالت لا انا مش عايزه العلو ده كله، فانا رجعت ان انا فكته ورحت قصته تاني عادي. طالما انت اللي بادئه الموضوع وبادئه عارفه انت عملتي ايه بايديك، تعرفي تصلحي وتعرفي تعملي الصح ان شاء الله باذن الله. كده خلصنا الكم، كده بعمل بقى الايه الاسوره. القماشه الروزالين دي فيها نسبه لكره شويه، فانا بعملها كده هتبقى الاسوره اهي اهو كده، خدتها اهي بتاع 12 سم، انا عايزه 10 سم بس انا قلت الاتنين سم عشان الخياطه، ولما يبقى واسع معايا احسن ما يبقى ايه ضيق. اهي كده قستها وبشطب الايه، بقص الاساور. احنا دلوقتي هنعمل السجاف بتاع البلوزه الامام والخلف. انا هوصها قدامكم، يعني انا عامله فيديو للتشطيبات وان شاء الله هحط لكم في صندوق الوصف للتركيب، وقص السجاف بتاعه حرده الرقبه. انا بجيب كده ده الخلف اللي هو مفتوح على البرسون، بجيب حته زيه برده من الفضلات كده على البرسون، واحدد الكتف لحد مكان السوسته بنص دايره كده بالظبط، واعمل برده الامام زيه بالظبط. انا قلت لكم في اول فيديو اللي انا عامله للبلوزه دي ان كطقم على بعضه، اللي هو الجيبه مفتوحه من قدام بزراير وكمر عريض وبطريقه الايد ورجل. اللي عايز الطريقه بتاعت الجيبه دي انا هوريها لكم كشكل في الاخر على بعض. احنا خلصنا السجاف هنا، وخليكم فاكرين ان انا هعمل هحط لكم في صندوق الوصف الفيديو بتاع حرده الرقبه وتشطيبها بالسجاف. تمام، احنا دلوقتي خلاص هنخيط السجاف زي ما انتم شايفين كده، وهنفتحه عشان الزياده اللي جوه السنتي هنرفعه اتجاه السجاف، وهنعمل شيمه صغيره دي هتفيد في نظافه حرده الرقبه الاماميه بالذات، يعني الاماميه بالذات اللي هي ما تبينش ان في خياطه اصلا لما بتتقلب بالمنظر ده كده. تمام، احنا خلاص خلصنا الشغل في الامام، ونيجي بقى الخلف فيه سوسته من ورا، فانا بحدد طول السوسته اللي انا هعملها من اول فين، مثلا عاملاها من عند الوسط لخياطه لتحت. تمام، عند العلامه اللي انا معلماها بالظبط، اجي السوسته السحريه اقلبها على وشها اول فرده كده، وراكب الدواسه بتاعت السوسته الدواسه اللي هي الفرده واحده، واجيبها جنب السنون بالظبط، عشان كده بيسموها سحريه، ان انا بجيبها جنب السنون بالظبط عشان لما اجي اقفلها ما تبانش خالص. بعملها كده على طول مظبوط خط دغري لحد الخياطه اللي انا عاملاها، وتحت منها كمان بشويه بتاع 3 4 سم كده عشان ما يبقاش على الحرف خالص.
الفردة التانية برضو هنعملها زي الاولانية بالظبط، هنظبطها كده وندبسها من فوق بدبوس عشان ما تزحزحش مننا القماش. كده قلبناها هتبقى بالمنظر ده كده مش باينه خالص. دلوقتي بنحط الكتف على الكتف خالص، وهنظبطها عشان السجاف بتاع الخلف هنعمله بطريقه قدامكم برضو هوريها لكم دلوقتي، يعني هوريها لكم رغم ان انا هحط في صندوق الوصف الطريقه بتاعته. الفيديو بتاع التشطيب بنحط كده، انا ببقى قصدي ان انا اعمل السجاف بتاع الخلف حتى بيت بالقماشه الطرف اللي هو البرسون زي الحرف اللي في الجسم بالظبط، بلف كده خياطه عليه. وفي ناس بتعمل الامام مع الخلف مع كده كل مره واحده بدبابيس، لكن لا دي كده اسهل وانضف وتسهل عليكي بدل ما تفكي كل شويه. اهو كده خلصنا وهنتني كده اهي، ممكن تتني تفرديها كده وتتني لورا، دي طريقه، لكن انا بتعملها بطريقه تانية بصراحه. اهي بصوا بدل ما تبقى اهي، في ناس بتعملها كده لورا، لا انا بعملها بقلبها كده وبديها خياطه على حرف السوسته. الخياطه بالطول كده، الخياطه موازيه للخياطه اللي انا عملت بيها السوسته. بقلبها بقى بعد ما اقص الاول الزاويه اللي فوق دي كده، والسوسته برضو الطرف اللي فوق، اروح قلبها تديني نظافه شكلها حلو جدا زي ما انتم شايفين كده. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ودي شيمه بقى للخياطه للظهر من ورا اللي هو الحاره الرقبه الخلف دي، بديها شيمه بين والاتنين اهم بصوا قصاد بعض بالظبط السوسته. دلوقتي بقى بنيجي لايه، للشغل التقيل قوي اللي هو كم الكسر. انا عايزه الكسر تبقى مقلوبه لجوه، فمن كده يعني اروح انا من عند خط الفرد اللي فوق اروح عامله ابتدي كسرتين قصاد بعض كده، وعشان بعد كده الاتجاه اليمين والشمال ابتدي اعمل كسره 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 المساويه اللي عملت مثلا فيها الخمسة سنتي تانيت وعملتها الناحيه دي، اعمل الناحيه الثانيه برضو كالاتجاه الثاني نفس الكسره. وبالطريقه دي هنعمل، لازم نساوي بايدينا الكسره مسافتها قد ايه والمسافه ما بينها وما بين الكسره اللي قبل منها قد ايه، وواحده كده واحده يمين وواحده شمال كده زي ما ايه زي ما انتم شايفين كده. وادبسها الاول بدبابيس وبعد كده اثبتها بالخياطه تحت المكنه كده شكل المكنه كده. بعد ما خلصنا الدبابيس كده بالمنظر ده كده في البومبيل اللي فوق ده والاثنين قصاد بعض هو نفس المسافات بالظبط، وحتى انا بقيسهم عشان برضو ما يبقاش في اختلاف، والمسافات فات برضك واحده والكسر قصاد الكسر سواء في الكمين. تمام كده، انا دلوقتي بدبسهم بخياطه بالمكنه كده على الحرف خالص عشان لما اجي اركبهم زي ما قلت لكم في الجسم اللي هو يعني ايه البلوزه. اهو بصوا كده خلاص احنا كده خيطنا الاثنين، اجيب البلوزه بقى واخيط عادي كانه كم عادي خالص الفرد، او اللي هو مش الفرد بقى اللي هو اول كسره اللي هي الاثنين قصاد بعض دي، هدبسهم مع خط الكتف وابتدي اقيس المسافه بتاعه حرده البطن اللي انا بعملها في كل مره. لازم اقيس قدامكم المسافه مظبوطه جايه على حرده الرقبه حرده الجيرو، ده بيبين ان طريقتي صح اللي هي الاثنين سنتي اللي بنزودهم على دوران نزول حرده الجيرو. دلوقتي احنا بنخيط الكم في البلوزه هوريه لكم، اهو بصوا البومبي بتاعه ازاي كده اهو. هنخيط الكم الثاني اهو بس ايه قدامكم بنفس الطريقه كده، انا مدبسه كل حاجه خلاص خيطتها، مش الكسره دي مش بالدبابيس. احنا خلاص خلصنا الكمام ودلوقتي هنتجه بقى نعمل الجناب. هنعمل الخط اللي تحت الباط على بعض الخياطتين على بعض، وبعد كده اجي خيط من عند الكمام من فوق. انا بدات من الكم في الطرف خالص، بس انا هرجع افكها تاني واقول لكم ليه دلوقتي. تمام بخط الجنابه اهي على الخطوط اللي انا عاملاها واجي الدوران بتاع الوسط ده اللي هو بيميز شغلي بصراحه في التكسيمه بتاعه الجناب. وادي الجنبين خلصتهم، اجي بقى الاسوره. الاسوره هي من نفس القماشه دي الاكره شويه، فانا فتحت اهي جزء شويه عشان اعمل الاسوره. كان ممكن اعملها الاسوره مقفوله زي اللي بتبقى في العبايات او حاجه زي كده مقفوله تشطيبها، بس الفيلم بيبقى في العبايات وماشي في زون الاكره قوي، فبيبقى سهل عليك ان انت تعملي اسوره مقفوله خلاص عشان بتمط جامد، لكن دي لا دي المطه بتاعتها بسيطه جدا. بخيطها واديها كسر كده صغيره زي ما شفتوا او هوريكم صوره الموديل.
في اول الفيديو في كشكشه وكده، فانا بدي مسافه من جوه في الخياطه عشان انا هعملها الاسوره ضيقه شويه مش ضيقه قوي زي ما انتم شفتوا كده. انا برضو عشان محدش يقول لي الاوفر، في حتت بعملها مناطق في البلوزه او في الفستان اوفر، وفي مناطق اسيبها لحد لما تيجي تتعمل ايه بروفه وبعد كده شطب. ادي بقى المنظر ده كده. بصوا دخلت ايديا بشويه يعني بصعوبه شويه، بس برضو بعرف ان انا ادخلها اخرج ايديا منها. احنا كده الفيديو خلاص على الاخر وقرب يخلص، وهوريكم صور الفستان على بعضه، على صاحبة الفستان وعلى على الشماعة. اشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.